حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر، أهلا بكم. ونبدأ من أهمية تطوير مهارات التفاوض والتي هي سمة يجب على المعنيين اتباعها لضرورة الحل وإنهاء جميع النزاعات الخاصة بالمجتمع والتي أرقت الكثير من المواطنين بسبب تلك الخلافات التي منها ما يكون سياسيا وآخر عشائريا في اتجاه إعادة المجتمع إلى وضعه الطبيعي ليمارس حياته بشكل كامل. طاولة مستديرة أقامها المركز العراقي لمهارات التفاوض وإدارة النزاع لمناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها محافظة صلاح الدين، ومنها تأخر عودة النازحين إلى مدنهم المحررة، بالإضافة إلى المعوقات التي يواجهها فلاح المحافظة بصعوبة العودة إلى زراعة أراضيهم. هذه الجلسة هي واحدة من نشاطات برنامج دعم المصالح الوطنية للمحافظات المتأثرة بأحداث داعش. البرنامج يستهدف أربع محافظات: صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالة. يتنفذ من قبل المركز العراقي لمهارات تفاوض إدارة النزاع ومن قبل منظمة بالشراكة مع منظمة ميرسيكور الدولية. فكرة الجلسة أن احنا نسلط الضوء على معوقات عودة النازحين للمناطق المحررة. كنا نعرف أنه أكو غالبية المحافظات العراقية تحررت وباقي بس جزء إن شاء الله بسيط من نينوى ويتم التحرير الكامل. فريق عمل صلاح الدين للمدافع طرح العديد من الحلول التي أسهمت في حل العديد من الأمور المتعلقة في المحافظة، من عودة الفلاحين إلى مناطقهم، ويعمل على إيجاد الحلول للنزاعات والمشاكل التي تحول دون عودة النازحين لبعض المناطق. فريق صلاح الدين للمدافع اللي موجود سبق هذا الموضوع عدة لقاءات وورش عمل حول المدافع على عودة الفلاحين إلى مناطقهم. الكل يعلم أنه مناطق صلاح الدين وخاصة مناطق الجزيرة وجلام تشكل حقيقة رقعة جغرافية كبيرة ترفد الاقتصاد العراقي والزراعة بمردود كبير. اليوم أغلب هذه المناطق، أغلب الفلاحين هم نازحين، قسم منهم إلى سامراء وقسم إلى تكريت وقسم إلى المناطق القريبة من هذا الأماكن. تم اختيار العديد من الشخصيات لإنجاز هذه الملفات، من ضمنها ملف عودة النازحين وملف عودة الفلاحين في مناطق المحررة. اختيار الشخصيات جاء بناء على دراسة مسبقة من قبل منظمة ميرسيكور والمركز العراقي للتفاوض، أخذ على عاتق هذه الفرق إنجاز ملفين أساسيين وهو عودة النازحين في محيط سامراء وعودة النازحين في محيط مدينة تكريت. ويبدو أن ورشات العمل والندوات الحوارية التي تقيمها المراكز العراقية والمنظمات الدولية قد تجدي نفعا في حلحلة النزاعات والمشاكل التي عجزت الحكومة المركزية بحلها وإزالة جميع العوائق التي يعاني منها النازحون في المناطق المحررة. لقناة سامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. في موضوع آخر أيضا هو مهم ويتطلب التدخل المباشر، وهو أوضاع المواطنين خصوصا شريحة المعاقين الذين يحتاجون رعاية خاصة أولت بها الحكومة من خلال توجيه دائرة الرعاية في استيعاب المواطنين ومساعدتهم. طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى أمام بناية المجلس المحلي في سامراء بعد أن تم تشكيل لجان طبية لغرض تقييم الحالة الصحية وتحديد نسبة العجز للذين شملوا بشبكة الرعاية الاجتماعية. المعاقون شكوا من الروتين الذي تعمل به اللجان الطبية. أنا بالنسبة لي من الصبح، من الساعة 6 الصبح واقف لحد الآن، كل شيء ما سويته على استمارة لحد الآن ما استلمتها. يعني أنتوا لا هو تسلسل وأسماء ويجيعون الأسماء واحد واحد ويطب ويفحص ويطلع، ماكو هيك شيء. شوف هنا وشوف هاي العالم كلها بعد عشنه عذاب، من هين أجرة، من هين بهذلة، من هين ناس كبار، هم مرضى، هم مريض ويسحل المريض، ما يصير هذا العمل، والله لا الله يرضى به، وهذا قيمة العراقي. أعضاء من المجلس المحلي والقائمون على اللجان الطبية في مدينة سامراء وصفوا خطوة تشكيل اللجان الطبية داخل الأقضية بالإيجابية بعد أن كان أصحاب الإعاقة يذهبون إلى بغداد لتحديد نسبة إعاقتهم. نطلب من الوزارة تأمين العودة للأيام القادمة، يعني أكثر من أسبوع، 10 أيام ما تكفي، أعداد المعوقين والمعيلين معاهم أكثر من 1000 معوق في سامراء،
والحقيقة بالبداية كانت لازم المعوق والمعين يحضرون إلى بغداد، وهسه الهيئة بصورة عامة شكلت لجان، وبعد تدخلات المسؤولين تدخلاتنا في سبيل يبعثون لجنة مختصة إلى المحافظات وحتى إلى الأقضية لتخفيف المعاناة على كاهل المعوق. ويبقى المواطن العراقي يعاني من الروتين المتبع والذي تعمل به الدوائر الحكومية التي باتت تشكل حجر عثرة في حياته. لقناة سامراء، مصطفى السامرائي، سامراء. مشكلة أخرى تواجه الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، وهي في ملف الخدمات الذي يعتبر من أهم المشاكل العملية ولأسباب مالية بحتة، إضافة إلى تقادم المشاريع التابعة للوزارات وتوقف أغلب المشاريع التابعة إلى المحافظة، والتي دائما ما يكون تمويلها عن طريق موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليمها. ما إن تبدأ السماء بتساقط الأمطار حتى تنهار حياة الكثير من العوائل العراقية، فسوء الخدمات وتهالك البيوتات كله عوامل تفقد العوائل راحتها واستقرار حياتها، مع تجاهل الخطر الكبير الذي لا يشعر به المسؤول في المحافظة. من البيت على المحل يعني حين نتبهذل، وطيانة ونتمترس طيانة كل رجلينا، يعني حيث ما نقدر نيجي من البيت على شغلنا، ما يصير هذا الحكي. يعني غير خلي يشوفونا حلل هاي الطيانة، مي هواي، يعني أكثر المرات إحنا نتجامع تنجيب تنكر تيسحب لنا هذا المي وعلى حسابنا والله. إعدام شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومخلفات المشاريع الحكومية المناطة إلى شركات غير كفوءة أدت إلى تفاقم الأزمات، ومنها غرق الشوارع والأحياء السكنية التي تسببت بأضرار أغضبت المواطن العراقي. أهذلا والله، مردنا مرد من وراء هيك، يعني طيانة صايرة ما تنفات من طسات هميني، ونقار هيك تدوس القاع يصير نقار ويصير طيانة. الحل ماكو مسؤولية بها، يعني ماكو أحد يعني مثل يقول هذا شنو، مسؤولين هواي هنا بالمنطقة هم يفوتون ولا أحد يباوع، هم رايحين جايين بسياراتهم، ماكو أحد. يعني قرابة العامين على توقف أغلب المشاريع في مدينة تكريت، وها هي النتيجة اليوم مشاريع معطلة وخدمات مفقودة وازدياد للمعاناة، هذا ما حصله المواطن هنا في مدينة تكريت. توقف مشروع المجاري في منطقة القادسية أثر سلبا على الواقع الخدمي فيها. من حي القادسية، أكبر أحياء مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية. من جانب آخر، فمواصلت الحكومة المحلية بمحافظة صلاح الدين من أجل تحسين أداء الخدمات بغض النظر عن العجز المالي، لكن هنا يكون الاعتماد على المنظمات أو الوزارات في تأهيل تلك المرافق. بعد توقف لسنتين لمجسر شيشين جنوبي مدينة تكريت بسبب أعمال داعش الإرهابية والأضرار التي لحقت به بسبب المعارك التي دارت في تكريت، ما تسبب بسقوط جزء من الجسر، وبعد صيانة دام لأكثر من 6 أشهر من قبل شركة المعتصم وبإشراف دائرة الطرق والجسور، افتتحت وزيرة الإعمار والإسكان ومحافظ صلاح الدين مجسر شيشين جنوبي تكريت. تم اليوم بعونه تعالى افتتاح جسر إعادة تأهيل جسر شيشين اللي تعرض إلى تخريب في نهاية 2014، ضرر بعدد من الدعامات وعدد من الفضاءات. تم إحالة الجسر إلى أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان وهي شركة المعتصم، وتم تنفيذه بإشراف مباشر من الوزارة من قبل دائرة الطرق والجسور العامة. أحيل العمل في شهر الرابع 2016، والآن نفتتح هذا الإعادة لهذا الجسر. العمل تم تمويله من قبل البنك الدولي. أيضا الوزارة جادة في إعادة تأهيل الطرق والجسور المتضررة. محافظ صلاح الدين شدد على أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني وإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة، مبينا أن تنظيم داعش قام بتفجير جميع الجسور الحيوية في المحافظة.
شيء ممتاز أيضا سمعنا من الوزيرة أنه شارع تكريت سامرة وأيضا شارع بلد سامرة وسامرة العلم وسامرة أيضا إلى الوصول إلى تكريت هي شافت بقدومها إلى المحافظة وهي لم تكن الزيارة الأولى الأضرار الموجودة في الشارع وهذا شارع دولي يربط بغداد بنينوى مرورا بصلاح الدين. أتمنى أنه يكون أكو إحالات سريعة. طبعا نقدم الشكر والتقدير للشركة، أولا أنجزت إنجاز ممتاز، اثنين بنفس يعني الوقت المحدد. لقناة سامراء الفضائية مصطفى الوحادي، تكريت. نبقى في دائرة المشاكل الخدمية، لكن هذه المرة ننتقل إلى أزمة الكهرباء التي تواجهها محافظة صلاح الدين من جانب تجهيز ساعات التجهيز يعني بالكهرباء. أما المشكلة التي سنلقي الضوء عليها اليوم هي استهداف أبراج التجهيز للطاقة القادمة من محافظة بغداد والصعوبات التي تواجه كهرباء المحافظة. منذ عدة أيام وواقع كهرباء محافظة صلاح الدين يشهد ترديا واضحا، والأمر يعود إلى محطات تجهيز الكهرباء القادمة من بغداد والتي أسهمت بشكل ملحوظ بتردي الطاقة الكهربائية. هناك أزمة حقيقية بكمية الطاقة التي تجهز إلى محافظة صلاح الدين. هذه المشاكل والمناشدات والمخاطبات حصلت من مديريتنا باتجاه المديرية العامة وبالتالي باتجاه الوزارة والمحافظة، نتج عنها عقد اجتماع في مبنى محافظة صلاح الدين برئاسة سيد المحافظ وبحضور مدراء عامين، تم توقيع محضر. هذا المحضر فيها عدة فقرات التي من شأنها تحسين وضع الكهرباء في محافظة صلاح الدين. مواطنون ومسؤولون محليون طلبوا عبر شاشة سامراء بضرورة إعادة حصة المدينة من الطاقة الكهربائية وتشغيل المحطات المتوقفة وإنهاء العمل بإزدواجية بين أقضية محافظة صلاح الدين. نحمل كافة المسؤولين في كهرباء صلاح الدين على هذه الوضعية اللي مأساوية في سامراء، وهناك نرى حقيقة من خلال متابعتنا لدائرة كهرباء سامراء وكهرباء صلاح الدين أن هناك ازدواجية في المعايير في تقسيم الكهرباء لسامراء وغيرها. قطاع الكهرباء المفاجئ الذي ساعات طويلة في مدينة سامراء لكافة المناطق، لما هو السبب؟ هل الجو مثل ما قلنا في الصيف حار شديد وانقطع بسبب استخدامه؟ لا، الجواب حيكون لا، وإنما الجو ربيعي. لماذا هذا الانقطاع السريع المفاجئ اللي أدى على مدينة سامراء مواجهة؟ هل هو متعمد؟ حلول ترقيعية وواقع مزري تشهده الطاقة الكهربائية في ظل إحالتها إلى الاستثمار وتفعيل قوانين الجباية المتوقفة منذ عدة أعوام. لقناة سامراء مصطفى السامرائي، سامراء. أما في القطاع الزراعي فبعد مشكلة النزوح وترك الأرض لأعوام بسبب اجتياح تنظيم داعش للأغذية والنواحي بمحافظة صلاح الدين ناهيك عن مناطق مشتركة قريبة وعلى تماس مع مناطق تسيطر عليها القوات الأمنية، مما سبب في إجبار الفلاحين على تركها، وهنا برزت مشكلة الملوحة. رغم كونها المصدر الأوحد لقوتهم، تحولت بساتين الفلاحين من أراض زراعية خضراء واسعة إلى أراض جرداء بفعل الملوحة التي تعرضت لها وبشكل لا يصدق. والله هذه المنطقة كانت كلها بساتين وكلها زراعة، وكان الناس عايشة عليها كثيرة، كل واحد يمتلك لحوالي 12-13 دونم في المنطقة، وأصبحت نتيجة عدم هذا الرصاصي تبليط الرصاصي من الداخل مما جعله ينزل النزيز الى هالمنطقه، وانتركت صار لها حوالي 15 سنه هذه الاراضي كلها. ف
فما بقى اي بستان في هالمنطقه، والفلح كلهم تضرروا نتيجه هاي الاملاح. كانت منطقه هاي كانت بساتين ارض زراعيه صالحه للزراعه، هاي كانت كان منتجه لانواع العنب والحمضيات، وكانت سله غذائيه يعني تغذي كثير من المنطقه. بلكت ندعم للحكومه يسوي لنا اياها، هاي ما اشوفها بعينك انت، يسوي لها مهرب على الشاطئ على غير مكان. حكومة الضلوعية المحلية طالبت بتفعيل الكتب التي رفعتها بشأن هذا الخصوص، معتبرة البساتين الرزق الوحيد للمزارعين. الأرض الآن الفلاحون هم يعني همهم الوحيد وعيشتهم كلها على الزراعة. عندما تتحول الأرض صالحة للزراعة يستغلها الفلاح، ونحن بالاعتماد بالدرجة الأولى على الزراعة. نناشد حكومة المحافظة على أن تقوم وتأخذ دورها وتفعل كتبنا التي رفعناها إليهم من المجلس على أن تقوم بحفر متري وتصريف المياه المالحة. أرض قيل عنها أنها لو زرع بين صخورها لأنبتت، تعيش هذه الأيام حالا لا مقبول ولا معقول. من الضلوعية لسامراء، علي البلداوي. إلى الملف الأمني في محافظة بغداد، وتحديدا حزامها الذي واجه موجة طويلة من أعمال العنف وردة فعل القوات الأمنية باتجاه تلك العمليات وما يرافقها من عمليات اعتقال عشوائية للمواطنين وتصرفات أيضا بعض الأشخاص المنتسبين في الأجهزة الأمنية. يقول يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا أنت صاحب المنزل وإحنا الضيوف، احنا نتشرف بالخطوه مالتكم علينا اليوم، صريتوا خاطرنا بامانه. بهذه الكلمات استقبل وجهاء الطارميه لجنه الامن والدفاع النيابيه في زياره هي الاولى من نوعها. هذه الزياره جاءت بعد ورود شكاوى على بعض الاجراءات التي تقوم بها القوات الامنيه في هذا القضاء. اليوم زيارتنا الى قاطع الطارميه والمشاهده بعد ان وردت شكاوى من المواطنين، هناك تضييق وهناك بعض حالات المداهمة، لذلك جئنا كلجنة أمن الدفاع للاطلاع ميدانيا على ما يجري. التقينا بالأجهزة الأمنية بقائد عمليات شمال بغداد وكذلك بالمواطنين، طرحوا مشاكلهم. الحقيقة هذه المشاكل كلها بسيطة، ليست معوقات، تحل من خلال تواصلنا، تحل من خلال التعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية، وأكيد سنضع عالية للتعامل واحترام المواطن وعدم الاعتداء ومداهمة وملاحقة جميع هذه المجامع الإرهابية، وهي عددها قليل لا يتجاوز يعني أصابع اليد الواحدة. مناطق حزام بغداد وما تحمله من أهمية كبيرة في تأمين العاصمة من الخروقات الأمنية، وما لدور العشائر العراقية في مشاركة القوات الأمنية في بسط الأمن ومسك الأرض، هو من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الزيارة. أنت تعلم والكل يعلم بأن هذه العشائر استطاعت أن تقف ضد الإرهاب في 2008 عن طريق الصحوات، واستطاعت أن تطرد تنظيم داعش الإرهابي. اليوم العشائر لديها الرغبة بأن تكون جزء من منظومة أمنية، والكل يعلم بأن المواطن هو مصدر المعلومة، فبالتالي اليوم على العشائر لديها ثقة في الوصول إلى إعطاء المعلومة الحقيقية للأجهزة الأمنية وعدم وجود أي خروقات في المستقبل. الكل يعلم بأن هذه العشائر وقفت ضد التنظيم وتقف ضد الإرهاب، وإن شاء الله هي جزء من مؤسسة أمنية وجزء من مجتمع عراقي. الحقيقة هذه المناطق يعني مناطق بساتين وتكون شائكة وصعوبة الحركة فيها للأجهزة الأمنية، لذلك يجب أن يتعاون المواطن في الإخبار عن الحالات التي تسيء إلى الأمن أو تحاول أن تخرق الأمن في الطارمية والمشاهدة وفي بغداد. مراقبون يرون أن استمرار الجولات من قبل الجهات المختصة وتوفير الخدمات في مناطق حزام بغداد ستساهم في حل المشكلات وإنهاء المضايقات على أهاليها وتفعيل التعاون بين القوات الأمنية وأبناء العشائر. لقناة سامراء الفضائية، أحمد مؤيد، بغداد. ننتقل إلى الاستثمار، والذي هو مورد مهم بالنسبة للدولة وما يتبعه من أمور إيجابية في حال حددت الحكومة المركزية إجراءات
تطبيقه بالشكل الذي يعطي مساحة للدولة من التقاط أنفاسها وتوجيه بعض الأموال لديها إلى مشاريع عامة تساعد في تطوير الخدمات. مشاريع استثمارية مهددة بالفشل بسبب إهمال الحكومة للواقع السياحي، ومتابعون يحذرون من انهيار العملية الاستثمارية خصوصا بعد عزوف المستثمرين عن الدخول إلى المحافظة، محاور نوقشت خلال المؤتمر الاقتصادي الاستثماري في محافظة ميسان. كل الجهات المعنية عليهم أنه دعم الاستثمار والوقوف مع الاستثمار، وتحديدا في محافظة ميسان في جانب الاستثمار بشكل عام والاستثمار الذي يتعلق بالسياحة بجانب خاص. حاليا هذه الفعالية وهذا المؤتمر هو لدعم هذا الجانب، باعتبار أنه كثير من القضايا نحن بحاجة إلى حلها مع الحكومة الاتحادية، ذكرناها بعدد من الاجتماعات، ومنها الأجور الخدمات الواصلة إلى المشاريع الاستثمارية يطالبون بتخفيضها، أوصلناها إلى الحكومة الاتحادية. أعتقد أنه بالفترة القليلة القادمة سيكون هناك قرار لمجلس الوزراء بهذا التخفيض، أنا أعتقد يحل جزء من هذه المشكلة. لابد تكون هناك طرائق بديلة لحل هذه الأزمة المالية من خلال التشجيع للاستثمار وجذب السياح وتوفير الفرص العاملين من خلال المستثمرين وفي دخولهم العراق. اليوم في ميسان نشهد مؤتمرا هو لكيفية تشجيع المستثمرين وكذلك لوضع آلية لجذب هؤلاء من أجل أن توفر عملة صعبة، وكذلك من خلال دخول هذه الشركات وهذه والمستثمرين أيضا يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وبالتالي قد يعود بالنفع المالي والاقتصادي على المدينة. المشكلات التي تواجه عمل هيئة الاستثمار لم تكن بمنأى عن النقاشات التي تمحورت حول بعض القوانين الخاصة باستملاك الأراضي لغرض إنشاء المشاريع عليها، فضلا عن العلاقة بين هيئة الاستثمار والحكومتين المحلية والمركزية. أهم المعوقات اللي تواجه حركة الاستثمار داخل المحافظة هو مسألة تخصيص الأراضي وطرحها كفرصة استثمارية. بالحقيقة أنه محاولة يعني هيئة الاستثمار عندما تريد تخصص مشروع استثماري يجب مخاطبة الجهات مالكة الأراضي. الجهات مالكة الأراضي راح تلجأ أن تخاطب مراجعها في الحكومة المركزية، هذا بحد ذاته يشكل عائق كبير يؤدي إلى استنزاف جهد المستثمر، ويعني يتطلب ذلك الأمر فترة طويلة ما يعيق حركة المستثمر وتجميد أمواله. المؤتمرات بطبيعتها موضوعات تلاقح أفكار وأنضاج رؤى من أجل اتخاذ قرارات ناضجة تخدم المجتمع من أجل نقاط ثلاث: الأول أن يكون توفير المال بالاتجاه الصحيح، والثاني أن يكون هناك كما نطمح إلى استثمارات ناضجة أن يكون أول الاستثمارات الناضجة هو استثمار الوقت وبالتالي استثمار الجهد. ما يواجه مشاريع قطاع الاستثمار العراقي ليس فقط التحديات الأمنية أو تشريعات تسهل أعمالها، إنما جدية المساعي التي ينبغي أن توجه فعليا في البناء والنهوض. لقناة سامراء الفضائية، سامر العقابي، ميسان. أما في جانب البرلمان، ما زال تعطيل القوانين المطروحة على طاولة التصويت يشكل مفارقة بين عملية الإصلاح المزعومة وبين محاولة البعض من السياسيين رفع سقف المواجهة مع الخصوم في تحديات العمل البرلماني. لا يزال مجلس النواب يعاني من قضية تأجيل أغلب القوانين التي تدرج على جدول الأعمال، فالتصويت على قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرضا سكنية تم تأجيل التصويت عليه إلى يوم الخميس المقبل. يعني جلسة اليوم تضمنت فقرة تصويت على قطع أراضي لذوي الدخل المحدود، هذه الفقرة اعترضت عليها لجنة الخدمات على اعتبار أنه لا يجوز توزيع قطع أراضي لذوي الدخل المحدود، لأنه هذه الفقرة تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة، وبالتالي اليوم نحن نسعى كمجلس نواب إلى إعطاء هذه الشريحة حقوقها وضمان حقوقها، وعلى الحكومة أيضا أن توفر قطع أراضي لذوي الدخل المحدود حتى يستشعروا بأن هناك من يرعاهم، هناك من يهتم منهم باعتبارهم جزء من هذا البلد ولهم حقوق على هذه الدولة. لذلك سوف نسعى كمجلس نواب لتذليل العقبات وتعديل بعض القوانين حتى ينسجم مع هذا المطلب لكي يشرع ونمضي بتشريع هذا المشروع.
اعتراضات نيابية على عدد النصاب الذي تعقد من خلاله الجلسات وسط تساؤلات عن أسباب هذه الغيابات، إضافة إلى توجيه انتقادات حول القوانين التي تدرج على جدول الأعمال. أمر مستغرب أن من 328 نائب نوصل 169-170، طيب البقية أكثر من النصف وين؟ إفادات، مرضى، إجازات، بيوتهم، أعتقد هذا أمر ما عاد مقبولا ولا مستساغا، هذا أولا. ثانيا جدول الأعمال كذلك أصبح جدول أعمال متواضع، لا يغري ولا يجذب ولا يثير، وإنما جدول أعمال بسيط يحتاج إلى إعادة النظر. أعتقد على هيئة الرئاسة أن تتخذ إجراءات بحق الغياب، وكذلك أن تعيد النظر في قضية الجداول الأعمال. أوساط نيابية تؤكد على ضرورة العمل بجدية أكبر لتفعيل وإنجاز القوانين المهمة مع اقتراب العد التنازلي لعمر البرلمان الحالي. من بغداد، أحمد مؤيد، سامراء الفضائية. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.